توفي اليوم الممثل الأمريكي بول ووكر الذي اشتهر بدور البطولة في سلسلة أفلام السرعة فاست أند فيوريوس إثر حادث مرور عنيف على متن السيارة الألمانية بورش كاريرا جي تي طراز 2005 والتي كان يقودها صديق الممثل الذي توفي أيضا في نفس الحادث جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في فعالية خيرية أقيمت في مجتمع فالنسيا في سانتا كلاريتا. وتجدر الإشارة إلى أن طاقم فريق الجزء السابع من فيلم فاست أند فيوريوس كانوا يعملون على التصوير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولكن خبر وفاة ووكر الذي يحتل دور البطولة سيغير بالتأكيد على مسار الفيلم القادم.